للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون الزميل رامي محمد. رامي، ضعنا معك في الصورة وصف لنا الأجواء لديك الآن. برحب بك وبكل متابعينا من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث انطلاق أول فعاليات وأول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمرافقة وزيرة الثقافة دكتور إناس عبد الدايم لأولى الفعاليات اليوم، وتفقد عدد من الأجنحة من بينها جناح وزارة الدفاع، جناح وزارة الداخلية، وأيضا أجنحة لعدد من المؤسسات منها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وأيضا جناح الأزهر الشريف، وعدد من الأجنحة للدول العربية منها الجناح الليبي والجناح الجزائري، وعدد أيضا من الأجنحة الخاصة بالدول الأوروبية، خاصة أن ضيف شرف المعرض هذا العام هي دولة اليونان ولها جناح كبير ومشاركة كبيرة، وأيضا هناك عدد كبير من الأجنحة في هذه الدورة، الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذه الدورة يشارك بها أكثر من 1063 عارض مصري وعربي وأجنبي، وأيضا عدد الأجنحة الكبيرة هنا يعني تمثل أكثر من 879 جناح بمختلف الفئات وأيضا لمختلف الكتب، سنتحدث عن كتب تاريخية، كتب دينية، كتب أيضا وثائقية، وتمثل أيضا ثقافات مختلفة، خاصة مع الشعار الكبير لهذا المعرض الذي يحمل هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. هذا يمكن الشعار يترجم هنا بشكل كبير جدا، خاصة مع الكلمات الأولى لوزيرة الثقافة، وأيضا خلال التفقد كان الحديث عن الهوية الثقافية المصرية وأيضا العربية والأجنبية حاضرة بشكل كبير في أغلب الأجنحة، وأيضا هناك حضور أيضا لهذا التجمع الكبير والذي وصف من قبل وزيرة الثقافة بأنه عيد الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومشاركة وحضور كبير أيضا للكتاب الرقمي لأول مرة في هذه الدورة، وأيضا دخول عدد من التقنيات التكنولوجية والذكاء الصناعي، خاصة بحضور شخصية المعرض هذا العام الكاتب يحيى حقي بتقنية الهيلوجرام ليتحدث عن الكثير من التجارب والكثير من النصائح والكتابات سواء للشباب أو للحضور هنا في معرض القاهرة الدولي الكتاب، والذي انطلق اليوم 26 من يناير ويستمر حتى 7 فبراير. عودة لكم مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد من معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا على هذه المتابعة.